دايما متابعين مشاهدينا، يعني نسبه كبيره جدا من الحضور الان من خلال اتحاد الغناء الشعبي وفي ليالي الحقيبه، يعني الرواد متميزين بالتاكيد. خالد ليمونه موجود معنا من خلال هذه الامسيه، وهو احد الرواد دايما موجودين في هذا النادي. تكلمنا عن يعني هذه الفترات المختلفه اللي بيكون فيها احياء لهذا الغناء والتطوير والمشاركات ايضا من خلال الرواد. اهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بشكر قناه الشروق، والواحد يعني سعيد بانه قناه الشروق عادت للعمل من جديد، وهي من القنوات المحببه لنا، يعني ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. انا يعني بحيي الاخوه القائمين على امر اتحاد فن الغناء الشعبي على هذه المبادره الطيبه التي ظل يقوم بها في الفترات السابقه، والتي يعني ساهمت في انعاش اتحاد فن الغناء الشعبي. واتحاد فن الغناء الشعبي هو يعني اتحاد رائد واتحاد غايد، وهو يعني المدافع الاول عن هونية الحقيبة في السودان، وهو منطبيه انه يعني يحمي هونية الحقيبة ويحيي يعني ذكراها وذكرى فناني الحقيبة الذين مروا على هذا البلد. وانا بحييه انه هو يعني في كل فترة اخرى بيطلع لنا بفنان شعبي من الشباب. انا بحيي الفكره دي، والان يعني في كميه كبيره من الشباب هم بدوا يرددوا في اغاني الحقيبه، وانا بكرر التحيه لهم وبقول انه يعني نحن بنناشد كل اهل ام درمان وكل الناس المهتمين بالحقيبه بانهم يجوا ويجوا لدار الاتحاد ويشكلوا حضور على اساس انه يعني يستمتعوا باغاني الحقيبه ويستمتعوا بالطرب الاصيل وبالارث الجميل اللي خلوه لنا الاهل القدام والفنانين والشعراء السابقين. فنحن بنحييهم ثاني وثالث ورابع، وبناشد كل الزواغين وكل محبي الحقيبه انه يجوا للاتحاد، وان شاء الله يعني الناس موعوده بكل شيء جميل في الايام الجايه ان شاء الله. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا. كل مشاهدينا احنا متواصلين بالتاكيد من خلال النبض الحي المستمر على الهواء مباشره من ام درمان. دائما احنا بنسعد في هذا التواصل، ومدينه ام درمان المدينه الجميله العامره بالفن والطرب الاصيل، وهي دائما حاضنه وحاضره للاغنيات السودانيه وخصوصا التراث السوداني. متواصلين معاكم، ابقوا معنا.